اليوم اختارنا يعني تعطينا بعض النصائح. احنا كنعرفوا على انه كنستقبلوا فصل الربيع وكاين بالعمان متواجد في الطبيعه، فنبغيو نعرفوا معاك لانه عندك العديد من الجديد دائما كيف ما عودتينا، العديد من الاقنعه. فبالعمان احنا دائما كاين بعض الاحيان كندوزوا عليه ولكن يعجبنا المنظر ديالو، ولكن نبغيو اليوم معاك نعرفوا شنو هي الاهميه ديالو، الفوائد ديالو تجميليا على الشعر على البشره ديالنا. بالفعل سناء، الى عرفت المرأة المغربية الفوائد ديال بالعمان كنظن ما غيبقاش تبقى تخرج كل سبت والحد باش تقطع بالعمان وتجيبو عند الدار. بالعمان عنده فوائد كبيرة على الجمال ديالنا بما فيها تنقية البشرة، كذلك التساقط الشعر، كذلك صباغة الشعر باللون الاسود كيعطي واحد اللون رائع. من هذا المنبر كنقول للعيالات جمعوا بالعمان، وكاين اقنعه وكاين وصفات اللي غادي يعطيو نتائج جد مبهره. هادشي كله كاين في هذيك الوريده الحمراء بالعمان، وداك داك الزريعه اللي كتكون في الوسط مهمه لصباغه الشعر. بالنسبه لهاد بالعمان يعني كاين كيف ما قلتي يعني كنحضروا باقنعه طبيعيه، هو يعني ما كيطحنش ما كيتخاد ما والو، كنلبسوه ونطحنوه ونديروا منه محلول ونديروا ولا تذاك الوريقات ديالو الخضر حتى هما عندهم نتيجه فعاله. بالنسبه للوريقات الفوقانيين كناخذوا ذاك الورده ديال بالعمان كنحاولوا نعملوها في واحد البلاصه، نحاول ندير واحد البلاطو نديروا عليها واحد الثوب ديال حياتي ونديروا ذاك بالعمان ينشف من الاحسن نشفه في الظل من الاحسن، حيت فيه احماض فيه واحد الماده اللي كتصبغ بواحد الطريقه طبيعيه للشعر، وخاصه الا تخلط مع القشور ديال القرقاع. يعني ملي كناخذوا حنا القرقاع الجوز اللي كنقول حنا في الدارجه داك الجلفه الخضراء اللي كتكون ملويه على القرقاع كنحيدوها وكنشفوها، كناخذوا منها جوج معالق وجوج معالق ديال بالعمان بعد ما نشفناه وطحناه، كناخذوا جوج معالق مع جوج معالق ديال زيت الزنجلان كنخلطوا هذا الخليط هذا وكنزيدوا شويه ديال الماورد. يعني صباغه طبيعيه وكندهنوا بها الشعر ديالنا وكنخليوها مده ساعتين، يعني كتعطي واحد اللون رائع. واخا سمحتي باش اليوم غادي نتكلموا شويه على بالعمان، نبداو خطوه خطوه. مثلا الا قلنا على انه مثلا بالعمان قطفناه يعني بالطريقه العاديه ياك، ويعني شنو ممكن نحضروا به؟ مثلا نبداو بتنظيف ولا تنقيه البشره؟ نوجدوا به محلول، محلول طبيعي. غادي ناخذوا تقريبا واحد الكاس ديال العنبه ديال بالعمان غير الوريدات الفوقانيين، كنعملوا في واحد القرعه ديال الزاج، كنجيبوا تقريبا جوج كيسان ديال الماء طايب كنكبوا عليه الماء طايب بلا ما نطيبوه، كنكبوا الماء الطايب على بالعمان وجوج معالق ديال زيت الورد، كنخليوها واحد المده ديال 7 ساعات حتى 6 ساعات. هذا محلول ضد التجاعيد وكينقي البشره وكيحيد لك البشره ديك الخلايا هذوك الشوائب اللي كيكونوا في البشره. والسيده اللي عندها الكلف راه الا تبعت هذا المحلول ومع القناع اللي غادي نعطي راه كيعطي نتيجه فعاله في تنقيه البشره. هذا محلول تنقيه وتصفيه البشره من البقع ضد التجاعيد. ايه وكيخفف من التجاعيد. من بالعمان، بالعمان راه مؤخرا كاينه واحد الكريمه اللي كدار لتقشير البشره وكذلك الشعر الفروه الشعر راه مصوبه من بالعمان، وحنا عندنا موجود وما عرفناش فين هي. عندنا موجود اليوم السيده تحاول تجمع بالعمان وديرو في الدار ديالها، راه مهم يمكننا نشربوه، راه عنده فوائد كثيره لا في الامساك لا في فتح الشهيه، كيزود الجسم بالاحماض والاحماض اللي مهمه للبشره ديالنا، كيجدد البشره يعني فيه منافع كبيره. بالنسبه للقناع كناخذوا تقريبا معلقه ديال العسل الحر. القناع ديالاش بالعمان هذا تنقيه البشره وضد التجاعيد وشد البشره من الترهلات. يعني كناخذوا جوج معالق ديال بالعمان ومعلقه ديال العسل الحر وكنخلطوها بشويه ديال الماورد، معلقه ديال الماورد. كانت البشره حساسه كنزيدوا معلقه ديال الورد البلدي، كانت البشره عاديه كفينا غير معلقه ديال الماورد، وكنخلطوا هذا القناع. ولو ما السيده يوميا ديروا مده اسبوع وفي الليل تمسح بالمحلول ديال بالعمان، كون اكيد الاخت سناء بان النتيجه غتكون فعاله وحتى المشكل ديال الكلف غادي نتخلصوا منه. من بعد ما نديروا هذا القناع وهذا المحلول ملي غندوزوا 10 ايام حنا كنستعملوا هذا القناع كيمكننا نديروا التقشير طبيعي،
التقشير الطبيعي راني عطيته مؤخرا، عطيته في عده في حلقات غير بالماء ديال الرز وبالحليب غبره، ومن الاحسن يكون حليب ديال الاطفال. نعاودوا نذكروا به بالنسبه للماء ديال الرز، يعني الماء اللي سلقنا فيه الرز كناخذوا كاس ديال الرز كنطيبوا فيه، كنعملوا له جوج كيسان ديال الماء كنخليوه يطيب، من بعد كنخلي حتى كيبغي ينشف من داك الماء كنصفيو الماء، كنحصلوا تقريبا على 4 د المعالق ولا 5 د المعالق، كنزيدوا معاه معلقه ديال الحليب غبره، كندهنوا البشره ديالنا وكنخليوه فوق البشره حتى كنحسوا بالبشره ديالنا بدات كتجبد. مباشره كنكونوا موجدين الزيت، اي زيت سواء زيت ارغان ولا زيت البلديه ولا زيت اللوز، كندهنوا من الفوق بالزيت باش كيرطب شويه بعد ما كيكون نشف، وكنبداو بحركات دائريه، ولكن الحركات ما تكونش مجهده، تكون خفيفه، وما كنلاحظوا بان داك الوسخ كيطيح، حتى داك التقشير كيكون فيه واحد دوماج مقشر طبيعي، مقشر طبيعي مباشره كنمسحوا بنفس المحلول. يعني كنحصلوا على النتيجه هذه اللي كنقولوا حنا سر المهنه، وان شاء الله بغينا توصل لهذه المعلومات نوصلوها للنساء ديالنا. بما انه حنا كنتكلموا على بالعمل، واش ممكن عطيتينا منه قناع طبيعي محلول كذلك، فإلا بغينا مثلا نديروا لوسيون تنظيف البشره، يعني كنعرفوا على انه كثير من السيدات ما عندهمش مثلا كينساوا على انه ياخذوا دي ماكيون تيكون خاص بالوجه، فمن بالعمل واش ممكن نحضروا محلول، يعني ناخذوا غير دوك الوريدات ونديروهم في الماء مثلا. راني عطيت محلول، يعني لا يعني مثلا نديرو غير بوحدو مثلا دوك الوريدات نستافدو منه بلا ما نزيدو معاه اي، يمكننا نديرو اي مكون يمكننا نخلطو معاه الماورد، يمكننا نخلطو معاه كاس ديال الماء معدني ونخليوه، يعني كيبقى مده الاستعمال ديالو مده 4 ايام في الثلاجه وما كيبقى له حتى شي حاجه وطبيعي. وبالنسبه للتلهالات السوداء السغن اللي درت عليهم البارح اختنا، غنكمل لك واحد نزيد لك واحد المعلومه بالنسبه للسغن. المهم حنا السغن كنعرفوا بان ما كيكونوا عند المراه كيكون اعراض، اما كتكون اعراض مرضيه كتكون الداخليه اشاره لمرض عضوي، خاصه اولا ضروري الزياره الطبيب باش كنعرفوا المشكل، واش من قله النوم، واش من الصهير، واش من النقص ديال الاملاح في الجسم ديالنا، واش المهم هذه المسائل كلها الطبيب اللي كيشخص لنا. حنا كمجملات فقط كنكملوا بهذه الاقنعه وكتعطي نتيجه الا كان الجسم سالم. يعني حنا ملي كنعملوا هذه الاقنعه هذه واللي هي بسيطه وبلا ما نحتاجوا الاعشاب، بلا ما نحتاجوا يمكن الاعشاب نستعملها وتكون عندها اضرار علينا، اللهم يكفينا نعملوا واحد الكريمه طبيعيه واللي عطات نتيجه فعاله حتى هي، وكريمه غتكون مفاجئه للنساء ديالنا. ان غير غادي نديروا تقريبا كاس ديال الهربل ديال الذره ولا كيتبع دابا موجود، كناخذوا كاس منه وكنطيبوه مع ثلاثه الكيسان ديال الماء حتى كينشف داك الماء، كيولي الماء ديال داك اللي طاب فيه الذره كيولي بحال قاصح شويه، كنصفيو داك الماء وكنعملوه في واحد القرعه ديال الزاج وكنزيدوا معاه ثلاثه المعالق ديال زيت اللوز. يعني حنا ملي كنصفيو كنحصلوا على داك الكاس الصغير ديال الماء ديال الذره، هذه كريمه طبيعيه، كنزيدوا معها تقريبا جوج معالق ديال زيت الزنجلان، كنخلطوا هذه الخليط هذو كل ليله كندلكوا به تحت العين ديالنا، يعني المنطقه ديال السواد، المنطقه اللي عندنا فيها الجيوب، يعني مده 10 ايام 15 يوم كتبدا يبان الفرق، كيبان الفرق كبير، وحتى تحت العينين ما كيبقاش ديك المشكل ديال السواد، وكنأكد عليه حتى اللي ما كانش مشكل ديال مرض عضوي داخلي. إذا مشكورة لأن عطيتينا الفوائد التجميلية ديال بالعمل، وهذه فرصة مع فصل الربيع لأنه السيدات منها يخرجوا للطبيعة يعني يتنزهوا مع الأسر ديالهم، ومنها على أنهم يقطفوا الوردات ديال بالعمل، وأكيد على أنه جمالنا دائما تكون في مطبخنا ولا في الطبيعة. الحمد لله كل شيء متوفر في المغرب، نستافدوا من الخيرات. وحتى واحد العشبة ماشي عشبة، زهرة زهرة قحوان راه كتكون شديدة الصفرة، راه موجودة دابا كيكون فيها داك الرحيق كثير صفر، راه عندها نتيجة فعالة في صباغة الشعر وكذلك لتنظيف البشرة، وكذلك حتى كتحيد حتى البثور من البشرة. يكفينا ناخذوا كاس من داك الزهرة نحيدوا غير داك الوردة الفوقانية، كنعملوها كذلك في الكاس ديال في القرعة ديال الزاج، وكنكبوا عليها تقريبا كاس ديال زيت الزنجلان صغير، كاس ديال حياتي وكاس ديال الماورد، كنخليوها واحد المدة ديال أسبوع، بعد كنخلطوا القرعه، هي ديك الورده كتدبل وكتطلق ديك الملون، وردات القحوان اللي باش يعرفوها الناس راه موجوده بزاف، والوردات ديالها الصفرين بزاف. يعني تقريبا كيمينوا اللون البرتقالي. يعني قطفوها ويخليوها في الدار، مازال اقنعه فيها ومازال ان شاء الله مفاجات على هذه الوصفه هذه. اذا مستمعينا غادي نديكم مستمعنا دائما مع اختصاصية التجميل حريه مشكوره، غتجاوب على كل تساؤلاتكم. حريه كاين تساؤلات كثيره يوميا يعني كنتوصلوا بها من عند المستمعات، فغادي نحاولوا نستقبلوا المكالمات وكذلك كنجاوبوا على كل تساؤلات، وغادي تكون الفرصه على انه كل مستمع عنده مشكل ما ممكن يستافدوا منه، يعني السيدات في مناطق اخرى من المغرب. معنا ام ايه من اكادير، الو.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ام ايه، مرحبا. لاباس عليك اختي فانا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. دايره الضيفه ديالنا اختي حوريا، لاباس عليك؟ معكم مباشره. الله يجازيكم على خير الجزاء. تفضلي ام ايه. عندي واحد سؤال، الله يعطيك الخير. عندي بنتي عندها 14 عام. ايه. عندها حب الشباب في وجهها رقيق وفي ظهرها وفي عنقها، وجهها بزاف ورقيق. وكيولي وجهها احمر، يعني حمرين. وعندها بين المنخير، يلا هي بشره دهنيه ولكن غير بين المنخير، بين الحجبان والمنخير اللي عندها كيتقشر، يعني بحال ناشف. واخا. وبغيتي يوصل الله يعطيك الخير لحب الشباب وبشويه باش نقيد الله يرحمك الوالدين. واخا ما كاين حتى مشكله ام ايه، غير سمعينا حنا غادي نجاوبوا على التساؤل ديالك. ناخذوا ساره من الدار البيضاء. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ساره. صافا بخير؟ الحمد لله. أولا أولا كنشكركم على هذا البرنامج. العفو الله يبارك فيك سارة. بغيت نسول خالتي حورية على واحد، سمعت بلي واحد الوصفة، واحد العشبة سميتها الودعة. واش هي بصح كتليق الحب شباب؟ حيت أنا الحب شباب عندي بزاف وخلي لي كيخلي لي ريحتي كتخير. واخا. احسن حاجه الحب الشباب، انا دويت دابا على بالعمان. حاولي الا كنتي قريبه شي منطقه فيها بالعمان جيبي بالعمان، ويبسيه شويه في الظل، طحنيه مع العسل الحر وديري الحب الشباب، راه كيعطي نتيجه فعاله. لانه بالنسبه لهذا الوضع كانوا زمان كيديروا هذه الوصفه مع البيض بلدي، ولكن مؤخرا راه يعني حتى ذاك الوضع اصبح يعني ماشي كلها مزيانه، يعني كاين بعض المغشوش منها وكيأثر على حنا باش نتفاداو هذا المشكل ناخذوا حوايج طبيعيه اللي باينه والحاجه الطبيعيه اللي باينه. ناخذوا مكالمه اخرى. فاطمه الزهراء من بالقصيري. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمه الزهراء. لاباس اختي كيدايره؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تحية ليك وتحية لأختي حورية. مشكورة معك مباشرة. مشكورة أختي. أختي عندي واحد المشكل، عندي الأعصاب في الجسران وعندي لي غاز. حبست بزاف ديال الأدوية كلها ديال الغاز وديال الأعصاب ما كنقطعش، بدا إلى سالي إلى حبست الأدوية ديال الأعصاب النفس كتسد، كنحس بنفسي كتسد بلغه معده وكلشي. غتحاولي لالا ديري واحد، انا نعطيك واحد الوصفه طبيعيه وان شاء الله غادي تعطيك النتيجه بعد شويه، ما عندك علاش تعصب. وغادي تاخذي في الصباح مع العشاء الصباح غتاخذي بنانه غتقسميها على جوج وغدهنيها بشويه ديال العسل وشويه ديال الخزامه، غير بين صبعك ديال الخزامه وتاكليها بحال اللي كتاخذي بحال مع العشاء ديال الصباح. عندك في الليل ديري الشوربه ديال القرعه الحمراء، غطيبي ربعه ديال القرعه الحمراء، غديري معاها معلقه ربعه ديال القرعه الحمراء، غتاخذيها بشويه ديال المليحه، ملي طحنيها غديري لها معلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال النافع، غادي تفادي المشكل ديال الاعصاب وحتى المشكل ديال الانتفاخ ديال الامعاء، يعني النافع صالح للانتفاخ ديال الامعاء وحتى كيحد من المشكل ديال لي غاز في الامعاء، والمشكل ديال الاعصاب وديال التهدئه ان شاء الله غادي تولي ان شاء الله هادئه ان شاء الله. مشكورة على تواصلك معنا. كان بغي نوجه تحية كبيرة لتوفيق المرابط والأخت ديالو خديجة بشامون، وكذلك أسماء المرابط بالدار البيضاء وفاطمة من مدينة تطوان، مستمعات يعني ومستمعين أوفياء دائما كيتواصلوا معنا، للأسف مكيخبوش لهم الخط، فكنوجه لهم تحية كبيرة. ناخذوا مكالمة أخرى معنا. أمينة معنا فاطمة من أكادير. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمة. لا اختي سان كبير عليك. الله يبارك فيك، مرحبا بتواصلك معنا اليوم. تفضل عندك شي تساؤل لاختصاصية التجميل الحرية. بغيت نهضر مع خالتي حورية. ايه تفضلي. السلام عليكم خالتي حورية، كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك لاله، شكرا. اختي بغيت نسولك عن ديك الكحول في وجهي. اها. هادي شحال تقريبا عام ولا عامين، انا باقي مازال مشهور. يعني كنظن كلف ديال الشمس واقيلا ولا ديال شي مستدارات. ديال الشمس ولا الشمس كتكون في الوقت وكان في الطوب ونحو بزاف، ولا كنقول الا ما كنخدش الشمس كنمشي كنقش هو. واخا فاطمه للاسف كاين شويش في المكالمه ديالك، ولكن فهمنا التساؤل ديالك يعني بالنسبه للكلف. كاين كذلك قبل ما ناخذوا مكالمه، كاين واحد المستمعه اللي كتعاني تقريبا نفس المشكل، الشعيبيه ام مروه اللي كنوجه لها تحيه كبيره، عندها البشره حساسه وبقاو فيها البقع ديال الكلف، يعني مزوجة وعن أم، فبقوا عند الكلف وبغات شي وصفة اللي كتبيض أو اللي تقشير طبيعي، ربما تستفد من هذاك التقشير الطبيعي اللي كنت قدمتي لنا ديال حليب وبراد الأطفال. خصهم يعرفوا العيالات بأن حتى
حتى التغذيه راه كاين واحد النوع ديال الخضر فيه داك الماده ديال الميلانين اللي كتعطي اللون للبشره وكتفتح البشره. يعني نوازنوا ما بين التغذيه وما بين التغذيه وبين الوصفات الطبيعيه. مثلا شنو هي مثلا انواع الخضر الفواكه اللي فيها احسن 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 فاكهه اللي كتبيض الخضره اللي كتبيض البشره؟ يمكننا ناخذوا غير الكرنب. الكرنب كل ما طحناه وخديناه خضر احسن كيكون النتيجه. يعني كناخذوا ربع ديال الكرنب وكنديروا وريقه ديال الكرافس في الخلاط الكهربائي تقريبا مع نص لتر ديال الماء معدني وكنطحنوا هذا العصير هذا وكيكون كناخذوا جوج كيسان في النهار. يعني كناخذوا في الصباح مع العشره وفي العشيه مع الخمسه ديال العشيه. هذا كيمص الدهون وكيساعدنا حتى تفتح البشره. بالنسبه للشوربه راني عطيت شوربات عديده ديال الشوربات اللي كيمتصوا الدهون من الجسم ديالنا. كاين اللفت الابيض، كاين الكرنب، كاين الكرافس، هاد المسائل كلها. لقينا عند الخيار حتى هو كي ممكن الخيار 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 اللفت الابيض، الماء ديال اللفت الابيض، الكرنب حتى هو عنده نتيجه فعاله في تنقيه البشره. الكرنب عنده نتيجه في تنقيه البشره وكيحارب السرطانات. يعني بصفه عامه الا خدينا غير كاس ديال العصير في النهار ديال الكرنب ناخذوا في المثل خلال الاسبوع نحاولوا نستهلكوا المعدنوس والكرنب. يعني كل نهار ناخذوا واحد النهار ناخذوا عصير ديال الكرنب، لغد ليه ناخذوا عصير ديال المعدنوس. يعني خلال الاسبوع غادي تلقى السيده عندها نتيجه عطات بانت لها النتيجه خلال الاسبوع. يعني يكفينا ان كاس ديال المعدنوس وكاس ديال العصير ديال الكرنب في النهار كيعطي نتيجه فعاله. وكذلك ممكن بالنسبه لازاله هذوك البقع بالنسبه للبقع كيكون انا كنأكد عليها دائما بقع كتكون عندها اعراض داخليه. الا مشينا ودرنا استشاره طبيه وكنلقاو راسنا ما عندنا حتى شي مشكل، لي فيتامين ديالنا في الجسم كاملين، الهرمونات ديالنا الا كان الكلف مثلا مازال في السيده، يعني اللي عاد ولدات مثلا وبقى الكلف وبغات تزول، يعني كيكون هذا المشكل. كيكون مشكل غير هي اللي ما كان انا كناكد عليها دائما الا ما كانش مشكل داخلي راه يمكننا نديروا اقنعه بسيطه وتحدنا من هذا المشكل. يعني القناع راني عطيت هذا ديال باللعمان والعسل راه عنده نتيجه فعاله. يمكننا نديروا الكرنب، الماء ديال الكرنب مع دقيق الشعير. يعني ناخذوا معلقه ديال دقيق الشعير ونخلطوها تقريبا بالعصاره ديال الكرنب ونزيدوا معها معلقه ديال الزنجلان، زيت الزنجلان. يعني هذا القناع على داومناه اسبوع ومباشره نعملوا موراه تقشير وكنعاودوا اسبوع اخر عاوتاني بنفس القناع راه كتكون النتيجه فعاله. ودائما السيده اللي عندها هذا المشكل ديال الكلف غالبا ما كتكون البشره دهنيه غالبا. وفي حاله ما البشره الدهنيه قليل فيه كتكون حساسه الا وكان شي مرض. لا اما كتكون اللي عنده هذا المشكل اما اللي عنده بشره دهنيه ولا اللي غالبا بشره حساسه. بشره حساسه ولكن الاغلبيه كتكون بشره دهنيه. بشره حساسه ما كنلقاوهاش ملي كيكون الكلف. علاش؟ ملي كتكون بشره حساسه كيكون مشكل ديال الجلد. الجسم كله كيكون عنده هذا المشكل ديال 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 الحساسيه ماشي غير البشره ديال الوجه. يعني يكفينا ان نديروا اقنعه اللي كتفيد الكلف ويمكننا نديروا تقشير ولكن يكون الجسم كله والجسم كله باش كنعالجوه بالتغذيه الداخليه. كذلك مستمعات بعثتنا بالاس ام اس كتقول انا حليمه ام اخلاص وادام من الصويره، يعني كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح وتحياتنا للاختصاصيه التجميل حريه. المشكل هو انه عند الام ديالها عندها الحبوب في الشعر ديالها يعني كيقلقها بزاف. بالنسبه للحبوب في الشعر في الشعر يمكننا ناخذوا تقريبا واحد ثلاثه دروسه ديال الثومه محكوكين وكناخذوا راس معلقه ديال السكنجبير ومعلقه ديال الحلبه، معلقه ديال الحلبه وراس معلقه ديال السكنجبير وثلاثه الفصوصه ديال الثومه كنغليوهم تقريبا في جوج كيسان ديال الماء، كيسان ديال العنبه. كنخليو داك الماء كيغلي حتى تقريبا كيولي نص الكميه. من بعد ديك المحلول كنشقوا به الفروه ديال الشعر ديالنا. وملي كنشلوا الشعر ديالنا كنحاولوا نشلوه دائما اما بالبابونج ولا دابا باللعمان، راه كاين نشلوا الشعر ديالنا باللعمان راه كيعطي نتيجه فعاله في معالجه هاد البطول اللي كتخرج على الفروه ديال الشعر ديالنا. امينه. الو امينه. صباح الخير لاله سناء. صباح النور. دايره لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تحيه ليك والطاقم كامل ولاله حوريه. شكرا لك بزاف امينه. كنستافدوا منكم بزاف الله يجازيكم بخير. بارك الله فيك. بالنسبه للسؤال ديالي انا عندي الشعر ديالي مقرض من قدام عرفتي واحد الدرجه ما تصوريش مع الزيف وكنخلي عليه الزيف يوميا
واخا في الدار. هذا المشكل، هذا هو المشكل. دابا علاش كتخلي الزيف في الدار؟ واخا في الدار ما كنهويش. لا، الشعر خصو حتى هو خصو يتهوى، صافي خصو يتغدى حتى هو بالاقنعه، دير له حركه، دير تدمع عندك هذا المشكل. خصك تحافظي على الشربات اللي كنعطي راه الشربات مهمين، وركزي على الشربات اللي فيهم الكالسيوم، اللي فيهم الحديد، اللي فيهم اليود. واللي الكالسيوم راه كاين في السبانخ، كاين في البروكولي، كاين في الخضر، كلها الخضر بصفه عامه. يعني خلال الاسبوع تحاولي ما امكن تستهلكي الخضر اللي فيها نسبه عاليه ديال الكالسيوم بما فيها المعدنوس والسبانخ. وركزي على البروكولي اللي كان عندكم موجود. من الاحسن ننصح كل مرأة مغربيه اللي عندها البروكولي في الدار تستهلكو، راه محارب للسرطان، وكينقي البشره، وكيزود الجسم بالكافي من الكالسيوم. بما انه عنده مشكل في الشعر، واكيد انه كثير من السيدات غادي يبغيو يعني يعرفوا بعض الفوائد ديال بلعمال بالنسبه للشعر. بلعمال بالنسبه للشعر كيعطي لون، كيصبغ اللون طبيعي اللون الاسود، كيحد من التساقط ديال الشعر، تذاك المشكل ديال اللي كيكون عنده الشعر مدمر. السيده كتغسل شعرها بلا ما تلتجا دير السيشوار. دابا باللعمان تحاول تاخذ دا وجهها في الصباح وتمسح بالمحلول اللي عطيت انا ديال المحلول عطيت انا ديال البرتقال والحامض، عطيت ديال باللعمان، راه كيعطي نتيجه فعاله. نجاوب على ام ايه من اكادير، وكذلك ساره واللي كيعانيوا من الحب الشباب، يعني البنيته ديالها عندها 14 سنه وعندها مشكل ديال الحب الشباب. ربما دابا هذه الفتره ديال التغيرات الفيزيولوجيه عاديه، هذه كتكون صغيره، كيف تغير التغذيه. هنا ملي كنشوفوا حنا هذه الاشارات هذه نحاولوا نردوا البال مع البنيته ديالنا ونشوفوا التغذيه اللي كنعطيوها. يعني الا تبعنا خلال الاسبوع عطيناها الخضر عطيناها الحوت، حتى لما كانت كتاكل الحوت راه عطيت الطريقه اللي يمكن الواحد الاطفال ديالنا ياخذوا الحوت. غير ديك السنسور ديال الشوك ديال السردين ولا القشور ديال الحوت ديال الكروفيت ما نلوحوهمش، راه نغسلوهم ونغليوهم في الماء، وداك الماء ندخلوهم في الشربات ديالنا، يمكن نمسحوا بهم حتى البشره ديالنا. الا كنا غنمشيو للحمام راه ما فيها بس نمسحوا بالماء ديال الكروفيت، وفي نفس الوقت كاع المواد كيغذوا البشره من داخل. في الاوميغا 3 وفيها الدهون الطبيعيه اللي كتزود البشره ديالنا بال 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 بالاحماض، وكتزود الجسم ديالنا البشره ديالنا بالدهون. اذا كنبغي نوجه تحيه كبيره للمستمع الوفيه جدا فاطمه معزوز، اللي اليوم عيد ميلادها، كنتمنوا لها دوام الصحه ان شاء الله وطول عمره تحقق كل ما كتمنى. كنوجه لها تحيه كبيره، تحيتنا لفاطمه معزوز، عيد ميلاد سعيد. بالنسبه لواحد المستمعه ام لينا كتعاني من مشكل ديال الاحمرار في الوجه بشكل مقلق، يعني عندها الحمريه في الوجه ديالها، عرفاش كيفاش يعني شنو المواد الطبيعيه اللي ممكن. بالنسبه للاحمرار عاده هذا الاحمرار كيكون عند اصحاب البشره اللي كتكون عندهم بشره رهيفه وكتكون عندهم المشكل، وغالبا والاكثريه اللي كيكونوا كيستعملوا الفران بزاف. وهذا المشكل هذا راه مطروح بزاف ديال المستمعات اتصلوا بيا. والمشكل باش نتفاداو هذا المشكل، السيده اللي عندها هذا المشكل ديال الاحمرار تحاول ملي تبغي تستعمل الفران تحاول تاخذ قبل تجيب واحد الطرف ديال البطاطا تحكو ودير معاه تقريبا واحد تقريبا ثلاثه د المعالق ديال عصره البطاطا ومعلقه ديال الورد البلدي صغيره تكون مطحونه مزيان، نخلطوهم مع الماء ديال البطاطا وندهنوا بها البشره ديالنا ونبقاو نطيبوا في الفران ديالنا. ملي نسالوا من الطيب نغسلوا البشره ديالنا عاديه. ولا حست السيده بان المشكل ديال الاحمرار حيت كتوصل الحده ديالو حتى كظهور بعض القشور على البشره ديالنا، والاخص ملي كتبرد السيده كتحس بالبشره ديالها بحال اللي كتجبد. هاد المشكل هذا يكفيها فقط تجيب نص خياره وتحك ذاك الخياره، تاخذ منها تقريبا 5 د المعالق ودير معها كذلك معلقه ديال الورد البلدي ومعلقه ديال زيت الزنجلان، وتخلي هاد المحلول هذا دهن به البشره ديالها على راس كل ساعه ساعتين، كتفادى هاد المشكل ديال يعني الورد البلدي خصو يكون حاضر في حاضر دائما خاصه البشره الحساسه، حيت الورد البلدي كيفيد البشره الحساسه بعموخ. اذا مستمعينا مازال غنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه وتعرفوا مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعنا دائما رفقه اختصاصيه التجميل حوريه. اذا لانه ما بقاش لنا الوقت بزاف، وكنشكرك بزاف على هاد النصائح اللي قدمتي لنا، لانه ربما نمشيو للطبيعه ونشوفوا الورد يعجبنا نقطفوه يعني، ولكن باش على انه نستافدوا منه تجميليا بالفعل ما كانش طحنا على البال. دابا نزيد واحد القناع على الكلف، ناخذ تقريبا معلقه ديال باللعمان بعد ما يبسناه وطحناه، معلقه ديال الحمص مطحون ونخلطوا بالماء ورد، ونزيدوه معلقه ديال اللوز الحار، هذا مهم بزاف اللي عنده مشكل ديال الكلف. نذكروا بهذا معلقه ديال باللعمان، معلقه ديال الحمص مطحون، ومعلقه ديال صغيره ديال اللوز الحار، ونخلطوا بشويه ديال الماء ورد. هذا قناع فعال الا داومناه خلال الا استعملناه حتى يوميا مده اسبوع، والاسبوع الثاني نهاريه ونهار لا، راه كيعطي نتيجه فعاله مع التقشير الطبيعي. نزيد واحد الوصفه للعروس، يمكننا ناخذ
ناخذوا العكر الفاسي ونعملوا معاه تقريبا معلقه ديال الحمص ومعلقه ديال الفول ونخلطوا بالماء ديال الجزر. العكر الفاسي والحمص والفول ونخلطوا بالماء ديال الجزر. هذا قناه فعال بالنسبه للعروس, كينقيه حتى البشره من داك ديروا الوجه والتبريم الجسم كله, نضاعفوا الكميه ونديروه الجسم كله. بالنسبه للشوربه ونعطيها حتى هي تنقي الجسم وكتعطي لنا حافه بطريقه طبيعيه بلا ما نلتجئوا للاعشاب اللي ربما درنا. ناخذوا ربعه ديال القرعه الحمراء وربعه ديال القرعه الخضراء وجوج دنجالات, نطيبوا جوج دنجالات الحمراء والخضراء وجوج دنجالات, ربعه في ربعه جوج دنجالات نطيبوهم في الماء الكافي نطحنهم. تكون عندنا هذه الشوربه هذه يوميا بالليل مده 40 يوم راه كتلقى النتيجه فعاله. ومع اخذ واحد المحلول ديال مرد الدوش معلقه صغيره في كاس ديال الماء بعد قبل كل وجبه, يعني ملي كنتبعوا هذه الشوربه هذه ومع هذا المحلول هذا كتكون النتيجه فعاله. الطريقه اللي هي نحيدوا الخبز, نحيدوا الخبز واخذ الخبز الابيض في العشاء نكتفيو بالشوربات. واخا يعني كنشكرك بزاف لانه دائما يعني كاين توازن وكاين ما بين الوصفات الطبيعيه التجميليه وما بين النصائح اللي هي مهمه. يعني ما كنظنش على انه شي مستمعه او شي سيده من في جميع المناطق المغربيه على انه ما متوفرش عندها هذه المواد اللي كتقدمي لنا. كبوجه تحيه كبيره لفطومه الصحراويه مستمعه وفيه جده مراكش, يعني كنشكرها على تواصل. للاسف ما كيقبلش لها الخط مستمعه وفيه فطومه الصحراوي, نتمنوا لها ان شاء الله السعاده يا ربي امين ونتمنى على انه توصل معنا. كذلك كاين واحد المستمع اللي هو سعيد بن شبتيت, يعني كنتمنى ليه الشفاء العاجل ان شاء الله, الله يعطيه صحته. هو مستمع وفي والزوجه ديالو فاطمه الزهراء بن يحيى والابناء ديالهم, يعني واخا عيان شويه ولكن مصر على انه دائما يحط حداه يعني راديو ويسمع لينا, فكنتمنى ليه الشفاء وندعوا ليه ان شاء الله بالصحه وطول العمر. تحيتنا لسعيد بن شبتيت والزوجه ديالو, نتمنى نبقوا دائما مستمعين اوفياء. اذا اخر نصيحه اللي ممكن تقدمي للمستمعات, يعني وحنا دابا فصل الربيع وبالعمل موجود وقلتي القحوه الموجود كلشي موجود. واحد النصيحه ان الفتاه ولا المراه اللي كتعاني من اضطرابات ديال العاده الشهريه لا داعي باش تاخذ المكملات ديال الفيتامين ولا داك الكومبليمون اليمونتير, لا ما مكملات غذائيه, تحاول ما امكن تزود الجسم ديالها بالكالسيوم باش الهرمون ديال الاستروجين يخدم بطريقه طبيعيه ديالو, ما يبقاش عندها مشكل ديال اضطرابات ديال اضطرابات هرمونيه. تاخذ البروكولي, تاخذ المعدنوس, تاخذ الخضر, تاخذ الالياف وما يبقاش عندها هذا المشكل بلا ما تاخذ هرمونات مصنعه, لان الهرمونات المصنعه تثبت علميا انها عندها تقريبا 60% حتى 70% ديال الامراض السرطانيه ديال الرحم بالنسبه للمراه, وكذلك ظهور بعض الاكياس في التد ديال المراه. لذا علينا نتجنبوا المكملات ديال الفيتامين, ناخذهم فقط من الخضر ديالنا ناخذوا الفيتامينات الطبيعيه, الالياف الطبيعيه والخضر ديالنا ملي نبغيو نستهلكوها نغسلوها, نغسلوهم ديك المواد الكيماويه اللي كتكون في اللي المبيدات اللي كترش بها الخضر, نحاولوا نجيبوا الخضر ديالنا نغسلوها بشويه الملح والشتاء, وكاين بعض الخضر نخليوها بالقشور ديالها فيها احماض فيها دهون فيها الياف نغسلوها مزيان نطيبوها كلها ونطحنوها بالقشور ديالها. راه القشور كاينين في راه الفيتامين كاينين في القشور والاحماض كاينه في القشور, يكفينا فقط نغسلوا الخضر ديالنا بشويه ديال الملح شويه ديال الخل, نخلي واحد المده ديال 5 دقائق نغسلوها غير بالشتاء ونلوحوها نطيبوها بالقشور ديالها. فقط البطاطا يمكننا نقشروا, اما الخضر الاخرى غير بالشتاء حرشه نغسلوها ونتخلصوا من المواد الكيماويه اللي كتكون المبيدات اللي كتكون نستافدوا من الفاكهه ولا الخضر, والخضر ما نرميوش القشور ديالها, نعملوهم في واحد الاناء نكبوا عليه الماء طايب ونصفيوها وديك الماء نشربوه ولا نغسلوا به البشره ديالنا ونغسلوا به الجسم ديالنا كله. هذه الا تبعنا هذه النصائح غادي نكونوا ساهمنا في الجمال ديالنا وفي الصحه ديالنا 90%. وتحياتي للمراه المغربيه اللي دائما كتبحث ودائما كتبغي تعتني براسها ولما لا, والمطبخ ديالها راه اكبر مركز للتجميل, وتحيه لكل مراه مغربيه. شكرا لك بزاف اختصاصيه تجميل حوريه, كنشكرك بزاف على هذه النصائح التجميليه البسيطه جدا اللي كتقدمينها دائما باش تعم الفائده لجميع السيدات المغربيات فين ما كنتوا داخل وخارج المغرب.